فاجأتيني فيها. كثير بتنكس. وصلنا لكرسي الاعتراف مع إسحاق الياس ومع اللمبة اللي بتقبل. توتر توتر إسحاق. فاجأتيني. أوكي. إسحاق يا إسحاق. أكثر إشي بتندم عليه شو هو؟ ولا سؤال. بديش أتفلسف وعن جد مش فلسف. بشغلك. عن جد ما حتفلسف. إيه؟ وحجاوب بصدق، ما بندم على شيء. بعتقد كل خطأ قدمته في حياتي وكل خطأ اقترفته في حياتي بشكل أو بآخر وصلني لأنا الوصل هسه بهاي اللحظة وقاعد هنا. وأعتقد لو خطأ واحد ما قدمته أو اقترفته كان بجوز أكون قاعد بمكان ثاني. فبالتالي إذا الإنسان بده يندم على لحظة واحدة بحياته بعتقد أنه بندم بشكل أو بآخر أو بستحي بشكل بآخر من حاله. وما بعرف إيش، بس يعني أنا مش غروراً بس كثير فخور بحالي، مش مستعد أخجل ولا على أي لحظة أقدمت عليها. فلا ما بحق لك بصراحة. شكراً لك. طيب تعتقد أن الفن بطعمي خبز في الأردن؟ احنا حكينا. لا بدك تحكي هلا بحالة الاعتراف والتأكيد على الحالة. للأسف لا، للأسف لا، إلا لأشخاص معينين، إلا إذا وصل الإنسان لمرحلة معينة من النجومية اللي أنا ما بحبها كثير، بحيث أنه صفي أنه هذا المسلسل بس بنباع على اسمه. وللأسف للأسف الشديد أنه النجومية في الأردن تحديداً مرتبطة بنوع معين من أنواع المسلسلات، لأنه إحنا تحديداً ما بنصدر غيرها، ولما نيجي بنصدر غيرها للأسف بنكون فاشلين. النوع اللي بحكي عنه هو المسلسلات البدوية، لدرجة أنه هي كعكة ومقسمة، والأردن ما لهمش غير المسلسلات البدوية، بيعرفوش يعملوا غير بدوي. وأحياناً بيجوا منتجين وبدخلوا بتجارب أخرى، بدراما اجتماعية، بدراما تاريخية، whatever. هاي الدراما دائماً بتفشل، دائماً بتفشل بسبب أو بآخر. وبحسه في مؤامرة، وفي مؤامرة تحاك أنه أنتوا ضلكم في البدوي، والبدوي فقط يسوق لدول الخليج. فبالتالي الخليجيين والخليج هم اللي بيقرروا انه هذا الشخص نجم ولا لا، لما يكون في شخص قاعد يقول انا ابيه وانا ما ابيهوش، فهو بالتالي بيقرر هذا الانسان نجم ولا لا، وهذا الانسان النجم بيصير ياخذ مصاري او باخذش مصاري. ما عدا ذلك الفن للاسف في الاردن ما بطعم خبز، للاسف الشديد ما بطعم خبز. طب شو مشكلتك بصراحه مع المنتجين؟ مشكلتي مع المنتجين انه لحد هاي اللحظه ما في بنيه علميه، بنيه عمليه بيقوم عليها العمل الدرامي في الأردن من الأساس، من مرحلة البري برودكشن لما بلش الإعداد، بلش الأوديشنز اللي هي تجارب الأداء، اختيار الممثلين، الكاستينج، وكتابة النص، كتابة الشخصيات بشكل واضح وصريح، ما يكون في بطل عنده 500 مشهد وباقي الشخصيات هم عبارة عن ورود وأزهار وشجيرات تدور حول هذا البطل عشان يمشي. النص عندنا مشكلة في النص، عندنا مشكلة في اختيار الممثلين اللي قائمة على أساس الواسطات والمعارف وإلى آخره، وعندنا مشكلة في التبخيس أصلاً في حق الممثل وحق المصور وحق الكرو وحق كل إنسان موجود، بحيث أنه فتات بروح والمنتج هو الباخذ المصاري. عندي مشكلة مع المنتجين أنه المنتجين مش قابلين يصنعوا نجوم ولا يصدروا نجوم ولا يسوقوا نجوم، وبيحبوا يكون دائماً هم النجوم عشان ما حدا يوم الأيام يتجاوزهم أو يروح على غيرهم، وبشكل أو بآخر يضلهم يستعبدوا الآخرين ويستعبدوا الناس اللي بيشتغلوا معهم. عندي مشكلة كبيرة جداً بالعملية الإنتاجية كلها لينا، بالعملية الإنتاجية كلها. طب هذا الحكي، كل هذا الحكي حكيته مرة وانت بوجه حدا من المنتجين؟ حكيته بشكل صريح؟ يعني مش عارف. ولا بس تخلص انت الانتاج اللي كنت فيه او العمل اللي كنت فيه وبصير هي الاشي اللي بقلبك عم بيطلع، بس عمرك واجهتهم بهذا الحكي؟ يعني للأسف هو مشكلة ذاكرة جودو اللي حكينا عنه قبل شوي، بتحس المنتج زي جودو بيبينش. ممنوع حدا يشوفه المنتج، ياريت حدا يشوف المنتج ويحكيها بوجه، ما عنديش مشكلة احكيها بوجه، بس مشكلة بوروناش هي المنتج. احنا اللي تحت المنتج بنشوفوش، احنا يا دوب نشوف المخرج، احيانا حتى المخرج ما بنشوفه. طيب يعني نروح على المخرجين، مين اهم مخرج اشتغلت معه بالنسبه لك؟ رفقي عساف بالاطلاق، بالاطلاق رفقي عساف. وبحب اشكر احمد عبس، طبعا 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 احمد اليسير، يعني هو شباب وبشق طريقه زي ما بيحكوا، بس جميل جدا وبيفكر بطريقه خارجه عن الصندوق وله مستقبل رهيب جدا. في كمان احمد عابس طبعا كان اب مخرج ورهيب، في اصيل منصور صديق، بس بالاطلاق هو رفقي عساف، رفقي عساف، رفقي عساف المعلم. حلو، انا كمان بوجه تحيه لرفقي ولاحمد ياسير. وقبل ما نختم هيك سريعا،
الفن يعني النخبوي، خلينا نقول انه انت حدا بهمك هذا الشيء، ما بهمك تعمل اشياء تجاريه قد ما بتهمك تكون راضي، بده وقته. جاهز انت تشتغل على حالك بغض النظر عن الوقت؟ ممكن احكي شغله سريعه، بعرف اذا اخذت وقت من البرنامج وانا اسف أوكي. بس هيك سريعا، انه حتى كلمه نخبوي انا ما بحبهاش، كلمه نخبوي يعني بدي اعمله عشان انا احضره ولا يحضروه ناس معينين، لا انا بحب اعمل اعمال جماهيريه. الاعمال الجماهيريه بس القصد فيها يعني الاعمال الجماهيريه اللي بتلامس بتلامس الجمهور، اللي لما يكون المشاهد قاعد، لما تكون امي قاعده وتحضر تحكي اه والله انا شفت حالي بهذا الموقف، مش الاعمال معينه يعني. مش الاعمال اللي اللي اللي, اللي خياليه ومش مرتبطه بشيء ومش مفهومه، ما فيها حتوته، ما فيها قصه، ما فيها شيء. بالعكس انا حتى الاحبان اللي مش نخبويه هي يعني اعمال سوريه، الدراما العربيه السوريه، الدراما العربيه المصريه بالاونه الاخيره، كلها اعمال جميله جدا وجماهيريه بس بنفس الوقت نخبويه، وما بنقدر ننكر هذا الشيء. الانتظار، زمن العار والى اخره من المسلسلات، وبتلامس الجمهور، ويمكن نحضرها معناها انتجت بالتسعينيات بس ما عدنا لحد هاي اللحظه. ندخل على اليوتيوب احيانا بحضر زير سالم المنتج بعرف متى بدايه الألفين، بحضر احضان الفصول الاربعه المنتج بالتسعينيات ما عندي مشكله انه بيلامسني، بحضر العلم نور مسلسل الاردني الجميل جدا المنتج بالثمانينات بس كان بيلامسني، كان له علاقه فينا مع انه ما كان فيها الفزلك الاخراجيه ولا فيها الفزلك التمثيليه، ناس بسيطين جميلين جدا بيمثلوا بتلقائيه، بيمثلوا باداء موهوب وعالي جدا وقصه وخلص وتمام. شكرا وبنتمنى لك دائما الافضل، وانا متاكده رح نشوف منك اشياء حلوه بغض النظر عن الوقت، فعليك بالاستمرار والنضال والكفاح. شكرا.